أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقلنا والذين يحسنون أعمالهم بدون إيمان لا يبخسهم الله أعمالهم ولكن يكفيها لهم لكن في الدنيا، لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالله، والإنسان إنما يطلب أجره لمن عمل من أجله. فهل عملوا ذلك من أجل الله أو عملوه من أجل المجتمع والإنسانية والشهرة؟ خلاص خدتوا حقكم. أولئك لهم جنات عدن، أولئك عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم جنات عدن. كلمة الجنات قلنا إننا خدنا منها صورة في الدنيا، كلمة جنة تطلق إطلاقات، إطلاق شرعي وإطلاق لغوي. أما الإطلاق الشرعي فهو الذي نعرفه من أنها الدار التي أعدها الله في الآخرة لثواب المين؟ المؤمنين. ولكن أصلها في اللغة إيه؟ أصلها في اللغة المكان الذي فيه زروع وثمار وأشجار تواري من سار فيها تستره، لأن الجنة الجيم والنون معناها الاستخفاء، يرمي الجنون لأنه اختفاء الإيه؟ العقل على الأول. فإذا الحق سبحانه وتعالى لما يطلق كلمة الجنة قلنا إن الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن شيء غيبي يحدثنا عنه لا يحدثنا إلا بما يوجد في لغتنا من ألفاظ. قال لك لأن اللغة اللي احنا بنتكلم بها دي يوجد المعنى أولا فيوجد له اللفظ، مفيش لفظ يوجد الأول وبعدين المعنى يتوجد، أمال إيه؟ المعنى يوجد أولا وبعدين يوجد مين؟ يوجد اللفظ. وإن لما احنا نعرف إن اللفظ ده موضوع للمعنى ده إذا نطقنا باللفظ نفهم الإيه؟ نفهم المعنى. فإذا كان الأشياء التي يحدثنا الله بها غيبا كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر، طب من أين نأتي بالألفاظ دي عشان يبقى موضوع في لغتنا؟ ده اللفظ لا يوضع إلا لمعنى مفهوم قبل وجود اللفظ، والمعاني اللي فيها الجنة دي ما نشوفهاش، يبقى إزاي ربنا يعبر عنه؟ يعبر عنها بالشبيه لها في اللغة، ولكنه يعطيها الوصف اللي يخليها من زي جنة الدنيا على الأرض. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم مثلا الجنة التي وضع المتوفيها أنهار من ماء غير آس، أو كلمة نهر نعرفها وماء نعرفها، إنما ماء غير آس أهدي بقى اللي خلتها ماء تاني بقى، يبقى لازم يدي لها وصف إيه يميزها. وأنهار من خمر إيه؟ طب وخمر الدنيا لذة للشاربين؟ لا أبدا، ده بيشربها كده يبلعها بسرعة كده عشان طعمها وحش، مش زي ما بتشرب زي ما قلنا يشرب كاس مانجا ولا كاس لموناتا وتقعد تمصمص فيه كده وبدك تاخده شفته شفته عشان تتلذذ، لا ده بيدلقها كده بيدلقها ببطن، ده مش خمر مش لذة للشاربين. وأيضا الخمر هنا فيها غول تقتل العقول وهناك مفيش فيها غول، يبقى يديها الاسم اللي يقربها له، لان لغتنا ما فيهاش الاشياء اللي ربنا هيخلقها في الجنه، ما لا عين رات، والعين ادراكاتها اقل من ادراكات الاذن، لان العين تديك المشهد اللي انت شفته، لكن الاذن تديك المشهد اللي انت شفته إيه؟ واللي شافه غيرك، تبقى اوسع ولا مش اوسع؟ ولا خطر على قلب بشر، تبقى اوسع ولا مش اوسع؟ يبقى اذا حدثنا الله عن شيء في غيب الجنه يبقى بيجيب له الفاظ من لغتنا بس يجردها. وانهار من عسل مصفى، العسل كان ايه؟ كان الاول العسل يجيبه في الجبال يبقى في حصل في رمل وفي مش عارف ايه وفي، لكن ده من عسل ايه؟ ولذلك سدر مخضوط يقول لك السدر، لكن في الدنيا السدر فيه شوك، تيجي تاخد واحده كده ايدك تتقطع وتخر دم، قال لك ايه؟ ما فيش فيها ايه؟ يبقى يدينا الاسم انما يدي الوصف يخليه يتميز عن مين؟ عن اشياء الايه؟ عن اشياء الدنيا. جنات عدن، قال لك طب افرض ان واحد في الدنيا مبسوط وعنده بساتين وعنده مش عارف ايه وعنده ايه وعنده ايه؟ قال لك ما تبقاش عدن. ليه؟ قال لك لان معنى كلمه جنات عدن يعني جنه اقامه.
مش هتروح منها، لا تسيبها ولا تسيبها، لكن الدنيا مهما عظم نعيمها إما أن تفوتك وإما أن تفوتها، يبقى جنة إيه؟ عدن. وعرف أن العدن دي اسم للجنة، في فرق بين المسكن والمسكن في الجنة. انت عارفين بقى حدائق عامة وحدائق خاصة، لما تشوف حديقة عامة الجنة دي كلها بقى حدائق، وكل واحد له ايه؟ له مساكن ايه في جنات عدن، مساكن في جنة ايه؟ في جنة عدن. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، في آيات تجري ايه؟ تحتها الأنهار، مفيش منه، وفي آيات تجيب ايه؟ منه، بيدينا الصورتين، ليه؟ أم قال لأن مرة يقول لك ده الماء دي جاية لك من بعيد، تجري تحتها الأنهار، ده ما جاية لك من بعيد، إنما من تحتها تقول لي ده هنا هنا، هنا ايه؟ من هنا. اللي احسن تقول واحد يسد عليا الميه ولا واحد زي اللي بيحميه الفلاحين مش كده؟ تجري من تحتهم الانهار. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى بيعطي لنا اشاره خفيه الى اننا نستطيع ان نجعل لنا مساكن به فوق مسطحات الميه. مسطحات الميه اللي احنا مسطحات، شوف الميه مسطحاته قد ايه؟ شوف الرياحات دي مسطحات الميه فيها قد ايه؟ لو انك انت بتشوف الرياح التوفيقي مثلا لوحده من اول الاناصر الخيريه لحد ما يروح عند دمياط، شوف واخد مساحه قد ايه؟ طب عرضه كم متر مثلا؟ 200 متر، وبعدين يصل الى مثلا 100 متر الاخر، طب شوف بقى 100 متر في المسافه دي، لو اننا جينا بعد 100 متر وخدنا 100 متر عرض و100 متر طول وعملناها اعمده زي الاعمده دي كده، والناس الدنيا النهر مشي من تحت من مساكن في المسطحات المائيه من فوق، على ما تيجي من اول الاواصر الخيريه لما تروح انت لحد دمياط شوف خدت كم، بلاش تبني على طول كده عشان ما تبقاش نفق، لا كل 100 متر سيب 100 متر، كل 100 متر سيب 100 متر، كل 100 متر سيب 100 متر، شوف دي تتسع لسكنى كل البلاد اللي مرت بها ولمرافقها ولكل ما يتعلق بها، وارض الزراعه والخضره تظل كلاهيه. دي للميه بس، هات الطرقات الواسعه الاوتوستراد اللي عاملينها دي، الطريق معطل معطل. تقوم تعمل فيه ايه؟ تعمل فرد على 7 متر او 8 متر، وتيجي كل 100 متر طولا تاخد عرض الطريق ده والبتاع وتبني عليه المصارف، وكل ما تروح الريف تلاقي مصارف وتلاقي ترع يبنوا عليه زرايبهم ويبنوا عليه مساكنهم، يبقى الارض الاصيله بقت ايه؟ ما تمسش، والخضره تفضل زي ايه؟ زي مش لما نيجي نبني نهجم على الجيزه ونهجم على الدقه ونهجم على المهندسين، الارض اللي كانت بتغل كل زراعه عشان تخدم تمويل من القاهره ما لقناهاش فيه، ولما جه واحد اجنبي علشان يعمل توسعات راح في الصحراء، راح عمل مصر الجديده، لم يعتد على شبر واحد من ارض الخضراء ابدا، بل بالعكس جعل في كل بيت حته خضراء. شوف ازاي بقى، يبقى تجري من تحتها الانهار دي كانت تبقى فيها لفته ولا ما فيهاش لفته؟ فيها لفته كبيره، وكانت تحل لنا ازمه الايه؟ ازمه الارض والاسكان والهند. نعم. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب. انت بقى دلوقتي علشان الواحد يقول لك ايه اساور من ذهب بالجلد يلبسوه؟ طب ده الناس اللي بيتعجلوا قدها ويتعجلوا الزينه بيعملوا اسمه يسموه ايه؟ يسموه ايه؟ يسموه انسياب. قال لك ربنا بيمنوا ناس هيلبسوا اساور، طب ما انتم بتعملوا تجربه طموحات زخرفيه في الحياه انتوا اللي بتعملوها دي. من ربنا يحلون فيها من اساور ايه؟ من ذهب. ومره يقول ايه؟ وحلوا اساور من فضه. وبعدين يقول ذهبا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، يبقى الانسان الاساور هتبقى ايه شكلها؟ من ايه وايه؟ يا من ذهب يا من فضه يا من ايه؟ من لؤلؤ. شوف بقى ازاي من لؤلؤ. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحليه بهذه الاشياء في الاخره تكون ايه؟ تبلغ هذه الحليه ما بلغه الوضوء عند المؤمن. يعني ان كان بيوجد وضوء لحد كده في الحلية. هنا بقى يحلون فيها من أساور من ذهب. طب يحلون فيها بزينة، والزينة والتحلية ما تدخلش في الضروريات. قال لك ايه؟ ويلبسون ثيابا خضرا.
يبقى التحليه دي زينه والزينه دي فوق الضروري، انما الثانيه يبقى يلبسون دين الستر، انما دي كانت الزينه. ولذلك ربنا لما يمتن على المدينه اديتكم الاصول الامور الضروريه الضروريه في الحياه، واديتكم ايه؟ هناك الحق سبحانه وتعالى انزلنا عليكم لباسا، يا بنات انزلنا عليكم ايه؟ لباسا يواري سوءاتكم وريشا. وريشا اللي احنا بنسميه الرياش بقى، الحاجات الفخفخه بقى، حاجات الايه؟ اللي هي بتدينا بقى يعني متعه في الحياه والى اخره. اهينا قال ايه؟ وحلينا فيها من اساور من ذهب. دي التحليه. طب والستر؟ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. خضر دي منين؟ وسندس حرير من الحرير الرقيق، والاستبرق بتشوف حرير غليظ كده وبيلمع كده زي اللي بيسموه ايه؟ له كده اطلس ولا ايه؟ قصب ولا انا عارف انه اسمه كده، بتلاقي بيلمع كده وتخيل. يبقى في سندس وفي ايه؟ في استبرق. من سندس ايه؟ واستبرق. نلاحظ هنا ان الحق حينما قال وحلونا فيها من اساور، قال يحلون مش يتحلون. يحلون عن التحرير من غيره، انما يلبسون منه. يحلون فيها من اساور ايه؟ من ذهب. لكن قال ايه؟ ويلبسون ولا يلبسون؟ ده من فعل منه، ودي كان فعل منه. انك لاحظ ان هناك شيء اخذته بالعمل، وده اللي انت عملته، انت اللي بتلبس نفسك بقى بعملك. يلبسون، لكن الثانيه بالفضل. دي حاجه بقى زياده من عندنا. وقدم الفضل على العمل، لانه قال في ايه اخرى اياكم ان تفهموا ان عملكم هو اللي هيوديكم، انما فضل الله. ولذلك يقول حق سبحانه وتعالى عليهم الله قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا خير مما يجمعون. اوعى تقول عملي مش عملي بتاع. ولذلك رسول الله حب يقول حتى على نفسه لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله. ليه؟ ام انك لانك لو نظرت الى عملك لوجدته بعد تكليفك، وتكليفك عند البلوغ. المده الاولانيه خدتها تربع في نعم الله بدون تكليف. ولما تقيس النعم اللي ربنا اداها لك يبقى عبادتك اللي هناخدها منك الصلاه واللي مش عارف الايه بتاع ما تقدش اللي انعمل فيك. احنا بنسميها ايه؟ تفضلا. انما ده انت بتعملها ايه؟ وفاء لحق المنعم. فاذا ادخلناك الجنه لا، يقول لك ده انت خدت حقك من بدري، خدت حقك من بدري. لكن قسم هل يلبسون اي بما عملوا؟ لانهم لما عملوا يلبسون، ولكن محللنا ضمن الفضل. زي ما راجل مثلا يجي يجهز بنته، يجهز لها الضروريات. ها؟ لأن في الصحراء راح لجوزها وحتى مش عارف ايه، بتقعد بعدين يعمل لها شوية الايه؟ شوية النجف وشوية السجاد وشوية اللي مش عارف ايه، اللي بيت العصر. نعم. يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. كلمة استبرق دي وقف العلماء عندها وقال استبرق دي كلمة فارسية، وهي غليظ الديباج، غليظ الحرير. ازاي يجيب في القرآن العربي لفظ ايه؟ أعجمي. مع ان دي قرآن ايه؟ عربي. وليه يجيب لفظ أعجمي زي القسطاس والقسطاس وكل ازاي يجيبه؟ ونرجس ومش عارف ايه؟ كل الكلام ده يجيب زي من لغات تانية. وآمين اللي احنا بنعملها شعارنا في الصلاة. طب ما هي لغة اليمنية ولا حبشية؟ تيجي زي الفاظ من غير العرب تتحط فين؟ في القرآن. ومع ذلك يقول قرآنا ايه؟ عربيا. يقول قرآنا عربيا. هل القرآن أدخل هذه الألفاظ ساعة نزل؟ أم جاء القرآن وهي سائرة على ألسنة العرب يتكلمون بها ويتفاهمون؟ بعت عربي. ما دام نفس نطق به العرب ودار على ألسنتهم خلاص انتهت المسألة. كلمة بنك دلوقتي مش دارت على ألسنتنا؟ ده بالبنك ويمكن خفيفة عن مصر. مفهوم ولا لا؟ وهم يستعملها وخلاص بقى. ومجمع اللغة العربية بيعمل ايه؟ بيجيب الألفاظ اللي مش عارف اللي ساعت عندنا في استعمالاتنا ايه؟ ومن ايه؟
ومن دخلها العربية. إذن الكلام يقال لو أن القرآن جاء بهذه الألفاظ وجيء الأولية وأدخلها في اللغة ولم تكن موجودة، ولكن القرآن جاء ليخاطب العرب، وما دام كانوا يتخاطبوا بهذا وفهمينها وعارفينها خلاص بقت ايه؟ بقت عربية. متكئين فيها على الأرائك، نحن عارفين الاتكاء والإنسان يجي على الجنب اللي يريحه، يقعد كده يقعد كده يتكي يعني يريحه. وعلى الأرائك قلنا الأرائك هي السرة التي لها حجم، حجم من الممسية كده ومش عارف ايه. نعم الثواب كلام منطقه. وحسنت مرتفقة، حسنت مرتفقة هنا دي مكتبل، هل فيها صح ولا مش صح؟ طب وسائت مرتفقة بك ها؟ طيب الكلام إذن في القوم الذين أرادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرف وجوهه عنهم عن من يدعون ربه بالغداة والإيه؟ والعشي. يبقى قسم الناس قسمين، قسم متكبر وقسم وعاج وقسم ضعيف مستكين، ولا نسبه ولا نس سلطان. المسألة من قديم دول عايزين ايه؟ يفضلوا على جهل، والاسلام يقول لهم لا لازم استتراك كلكم زي ايه؟ زي بعض. فاذا يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اراد الله ان يضرب لنا مثلا موجودا في الحياه. ان الناس قسمين، قد يكون كافر انما غني، وقد يكون مؤمن انما فقير. انظر بقى موقف الغني الكافر وموقف الفقير ايه؟ قال الحق سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين. احنا قلنا اضرب معناها لامس شيئا بشيء لتؤلمه، وقلنا لازم الضارب يشوف بيضرب ايه، لازم يكون بيضرب ايه اقل منه، والا لو ضرب اكثر منه يبقى ضرب ايده. ولذلك قلنا ضاربا ايه صفرة بالعصا، ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ لما تضرب تجيب عصايه كده تضرب تضرب بها الحجر، يبقى انت ضربت الحجر؟ لا، ما انت ضربت الايه العصا، لان الحجر ايه اقل. ايه يعني يضرب لهم مثلا؟ الضرب بيعمل احساس تنبهي، ينبه احاسيسك. ولذلك ان كان نايم يصحى، وان كان غفلان كده يتنبه يقول لك ايه الله. يبقى اذا بيخرج من حاله الى ايه؟ الى حاله. كذلك المثل، الشيء الغامض عليك الذي كنت لا تفهمه ولا تعنيه، لما يجيب لك الحق له مثل تقوم ده يتوضح بالمثل وينبهك اليه. وجاك قال ايه؟ اضرب له المثل. واحنا قلنا ان الامثال كلام من كلام العرب يرد في معنى من المعاني ثم يشيع على الالسنه فيصير ايه؟ مثلا ايه؟ مثلا سائرا. زي ما نقول جودي حاتم. خلاص دلوقتي تقابل اي واد تقول له يا امام ايه؟ يا حاتم. لان حاتم بقى ايه؟ مشهور في الجود لدرجه انه يطلق ايه؟ على الجود. طيب وعمرو بن معبد كرك الشجاعه وذكاء اياس، يقول لك ذكاء اياسي يعني ذكي. اكل فيه ناس نبغوا في اشياء اشتهروا بها واشتهرت بهم حتى صارت لازمة ايه؟ لازمة لهم. ولذلك ابو تميم لما كان يمدح الخليفة لما قال له ايه؟ اقدام عمرو. عمرو بن معبد كرب الشجاع ده ما كانش حد بيقفله ابدا. في سماحة حاتم كرمه. في حلم احنف، احنف بن قيس. في ذكاء اياسي. يبقى جمع له كم وصف؟ شجاعة، اقدام عمرو. جود سماحة ايه؟ حاتم. حلم احنف بن قيس. احنف بن قيس ده كان احلم الناس في العرب. قبلوه جماعه فقعدوا يسبوه ويشتموه وقعدوا كده يقول ما وراه ويشتموا ويشتموا فيه لحد ما قرب من حيه. قال لهم عندكم سباب؟ ان كان عندكم سباب فانتهوا منه لان حي هنا فان سمعوكم قتلوكم. يعني خدوا حظكم واشتموني دلوقتي. هذا حلم احمد. ذكاء اياس اللي هو المشهور بانه يلتقط الايه؟ الله. فلما قال اقدام امري في سماحه حاتم، في حلم احمد، في ذكاء اياس،
خصوم أبي تمام حبوا حقنوه، فقالوا له إيه؟ الأمير فوق من وصفت، إيه حاتم وإيه عمرو وإيه إياس، ده الأمير إيه أعلم، شبهه بأجلاف العرب، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت هؤلاء الخصوم لأنهم بدهم يفتخر بيه البيت مثلا. فقال إيه؟ وقال البيت اللي جاي، ومع ذلك أخذ منه القصيدة فلم يهدد البيت فيها، كأن ربنا إيه ألهم ونطق من البحر ومن الروي ومن القافية هي هي. فلما الإقدام عمل في سماحة حاتم في حلم أحمف في ذكاء إياسي، قال رجل الأمير فوق من وصفت، فكيف تشبهه بأجلاف العرب؟ ولذلك حقيقي مرة تانية يقول إيه؟ وشبهه المداح في البأس والغنى بمن لو رآه كان أصغر خادمه، ده لو حاتم شافه يبقى خدام له مثلا. ففي جيشه 50,000 كعنتر، وفي خزانه 1,000 حاتم اللي على الخزان بس انت ازاي تقول ده؟ مش عارف ايه الغرض. فلما قال اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم احنف في ذكاء الياس، قال له الامير فوق من وصفت، كيف تشبه الامير باجلاف العرب؟ فسكت مهيئة ثم قال لا تنكر ضربي له من دونه مثلا، ده مثل مثلا شرودا يعني على ألسنة الناس من البيت بتاع حاتم والذكاء بتاع إياس، لا تنكروا ضربوا له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. يبقى المثل بيجي علشان يعمل ايه؟ ينبه الإنسان إلى أن القضية اللي انت تشتغلها دي المثل ده ايه؟ المثل يوضحها. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. وبعدين يجينا أمثال كتير، مثل الذي اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذوا في بيته، واللي ينقض الوفاء بالوعد كالتي لقد أبرزناها من بعض قوات الإيه؟ الكافر. الله مثلهم كمثل إيه؟ الثوقد نارا. فلما مثل الحياة الدنيا متزعزح كده وتعمل زي الارض ما تطلع زهور وتطلع اشجار وتطلع خضره، وبعدين تعمل ايه؟ تصوح نبتها ويمشك وتبقى خلاص كده. يبقى اذا المثل جاي يعمل ايه؟ ده عشان يوضح الخفي بامر جلي كل اللي يسمعه. الراجل اللي بده يوصف الاحبب، واحد احبب واكيد من عمرنا ما شفنا احبب مثل، وبده ايه؟ يوصفه كده يديك مثل له عشان ينبهك الى شيء موجود، من قصرت اقادعه الاخاد العروق دول اسر تاني كده، ما دام اسر تبقى برقبته مدفوسه في ايه؟ بالاكتاف. قصرت اخادعه وغاص قزاله، غاص كده فكانه متربص ان يصفعها، كانه خايف لواحد يديله الم، وكانما سفعت قفاه مره فاحس ثانيه لها فتجمعها. جاله على غفله وضربه الم، وبعدين خاف لا يجي التاني قام عمل كده عشان يداري ايه ولا اهو. ده مثلا قدامي ايه؟ قدامي توضيح. كذلك بيقول اضرب يا محمد له المثل عشان تديله المثل، الكفر اذا استغنى والايمان اذا والفقر اذا رضي بالايمان. اديله المثلين دول. واضرب له مثلا، ايه المثل؟ رجلين، المثل هو رجلين، جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين الاثنين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله نهرا وكان له ثمر. مثل رجلين، هل المثل ده موجود فيه رجلين كانوا كده برضه؟ يعني كان لهم وجود وواقع في التاريخ، ام قال لك ايه؟ كان لهم واقع عند بني اسرائيل، بلاطوس ويهوذا، يهوذا مؤمن وراضي وبلاطوس اخوه كان بقى مستغني وورثوا عن ابيهم 8,000 دينار. بلاطوس خد 8,000 واشترى ايه؟ ارض، مشترى يعني. فالتاني المؤمن الطيب ده قال والله هو اشترى ارض، انا هشتري بالالف بتاعي ارض في الجنه، وراح متسبق به. وبعدين راح جايب عامل له قصر كمان بايه؟ بألف. قال هو عمل قصر الألف في الدنيا، والله بعمل له قصر في الآخرة بالألف ويتصدق بالألف. ما شاء الله.
وبعدين اتجوز، قال والله هو اتجوز بالألف، انا مش متجوز، انا عايز الحور، خدهم مهر الحور والصدق ايه به، وبعدين عايز حشه وولدان ومش عارف ايه بتاع جاب له اخوه جاب، وقال له والله انا جايبه في الجنه وولدان وحشه ومش عارف ايه بتاع، خد بالألف، اما ما بقاش عنده حاجه. ودك بقى عنده الحكايه اياها دي، فاضطر بما استغنى، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. وساعة النعمه ما تشغلك عن المنعم، انت دي اول الخير، اول الايه الخير، وتفهم انك جبتها بشطارتك. زي قارون مش قال انما اوتيتوها على ايه؟ على علم. قال له طيب ما دام اوتيته على علم بقى كده، وعلمك اللي جاب، طب خلي علمك يحرسه بقى، فخسفنا به وبداره، خلي علمك يجيبه بقى، مش كده اللي قال؟ واضرب له المثل الرجلين جعلنا لاحدهما. اذا المثل قد يكون له وجود وواقع، وقد يكون امر افتراض، ربنا عمل المثال الاثنين كذا واثنين كذا واثنين كذا، ولكن صوره الاثنين توجد في المجتمع. كافر يستكبر ويستعلي بغناه، وواحد ثاني يقتنع بايه؟ بما قسم الله له، يبقى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب، جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف الهندسه الزراعيه، ربنا برد الدعم من قديم، حففناهما بنخل، عمل كده سوق نخل سياكة، وعشان تبقى مصدق للهواء وللايه والريح، ويجيب النخل والعنب ودي فاكهه قبل ما يجيب الزرع اللي منه يحطوا الايه الضرير زي اساور من ذهب، وبعدين ايه يلبسونا ثيابا ايه حلوه من سندس ومستر. وحففناهما بنخل، انت بتشوف واحد يجي يعمل جنينه كده ولا بتاع بيعمل ايه؟ بيعمل العمليه دي ويجيب كده. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين جعلنا لاحدهما جنتين. قام قال لك ايه جنتين دي عشان ايه؟ قال لك لان الانسان له خصوصيات مسكن وله عموميات احباب، يعني في مسكن ده له حرمته وعمومية احباب، يبقى يعمل بستلين عشان لما يجيله احباب ويقعدوا كده ما يضيعوش على مين؟ على الحريم الدفن، زي كانوا يسموه سلام لك وايه؟ وحرمك، يعني حته كده الحريم وحته الايه؟ ادي معنى جنتين. او ان الحق سبحانه وتعالى اراد بالجنتين اللي هم وإلى لقاء آخر.